نفس الفنون دي يا محمد، احنا اللي معانا فن مختلف. نعم. فن بتاع ناس رايقين عايزين يكون عندهم مزاج عالي واحساس عالي وتفاصيل سمحه جدا عشان ما يطلع منحوته بطريقه مختلفه، عشان ما يطلع لوحه بتشكيل خرافي بمزج بتاع الوان جدا جميل. الغريب ان هي ما قرأته صح، لكن نعم. موهبته زول ما شاء الله عليه مبدع جدا. احنا جدا سعيدين انك انت تكون متواجد معنا داخل الاستوديو اليوم. توفيق خليفه فنان تشكيلي وكمان نحات، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بقناه سودان 24، وانا سعيد جدا بالاستضافه. اهلا وسهلا. في البدايه يا توفيق، دايرين نعرف مع بعض بدايتك في الفن بدت من 200، ويعني زي ما كنا بنتكلم تحت الهواء انه ما قرايتك مجرد هوايه بالنسبه لك كان. انا الفنون هواية قديمة جدا من الأساس، ما كنت مهتم بها كثير جدا. فبعد العام 2008 وأنا ضربت في أحداث خليل هجوم حركة العدل المساعدة للدرمان، بعد ذاك في العام 2010 بدأت الموهبة بتاعت الفنون. يا سلام يا سلام. من 2010 حتى الآن أكيد مشوار مليان جدا بتحديات ومليان جدا بتجارب، لحد ما أنت لقيت كمان إحساسك ولقيت الحاجة هي بتشبهك، وجربت يمكن مجموعة من الفنون صح؟ كده احكي لنا عن المشوار ده وتجاربك فيه. أنا بديت في الفنون زي ما قلت من العام 2010. أيوة. الهواية الأساسية بتاعتي كان تنسيق الحدائق، الشغل بتاع المشاتل. وبعد ذاك اتجهت لمجال النحت، وتحديدا النحت على الحجر. ما شاء الله ما شاء الله. كانت اول البدايات بتاعتي مع الرابطه بتاعت طلاب جامعه النيلين، طلاب الاعاقه الحركيه، بمعرض مبسط فيه اعمال بتاعت نحت، استاندات بتاعت مكاتب بتاعت اباجورات. ما شاء الله، زي ما شايفين حاليا في الصور. طيب يا توفيق، سير اختيارك للنحت على الحجر، الفكره شنو وليه اخترت النحت ده بالتحديد؟ اخترت النحت على الحجر لانه المجال ده بالذات الشغل بتاع الهدايا والاباجورات والفازات ما مركزين عليه وناس كتار. اثنين، قلت استفيد من البواقي بتاعت المواد بتاعت إعادة التدوير بتاعت الحجارة اللي بيشتغلوا بها تزيين في العمارات وفي الشوارع في الحتات، استفيد منها احولها لتحفة. ما شاء الله. يا سلام. طيب الفترة الزمنية اللي بتكون مثلا متوقعة عشان تقدر تصمم المجسم بتكون حوالي كم كده تقريبا؟ المجسم بيطلع في من البداية بتاعت الاختيار الحجر لغاية ما التنفيذ بتاعه حسب حجم اللوحة وتفاصيلها بياخذ 3 أيام، لغاية ما اللوحة تطلع بشكلها النهائي. كلام. طيب تاني من الحاجات او الصعوبات اللي بتواجهك في الفن بتاع النحت بتاع الحجر بالتحديد، شنو الصعوبات اللي بتواجهك فيه؟ والله النحت بتاع الحجر هو صعب في الادوات بتاعته، لانه انا بستخدم ادوات بسيطه جدا، يعني الازاميل اليدويه البسيطه، المشارط بتاعت النحت، في التفريغ بياخذ فتره زمنيه. يعني خلينا أسأل السؤال الجاي ده. شكرا جزيلا. يعني في حاجة جدا جميلة ممكن تكون أي زول فنان عايز جواه يكون طاقة ويكون إبداع، وإحنا يمكن بنتابع حالة الإحباط اللي قاعدة تحصل، وإنه يا هو عادي الأب داون بتاع الحياة اللي إحنا عايشينها دي، فكيف أنت بتقدر تحافظ على سلامك الداخلي وتقدر تحافظ على إنك أنت دائما تخلق إبداع وطريقة مختلفة؟ دي طبعا حاجة هنتشاركها يعني للسادة المشاهدين. نعم. أول حاجة يعني أنت لازم تكون متصالح مع نفسك. حلو. في ظل الظروف الكثيرة الحاصلة حولك، ولازم يعني الإبداع لأنه ما عنده حدود أصلا، ولازم تكون متفائل وبقدر المستطاع تجتهد بأبسط الإمكانيات تطلع حاجة جميلة تخليك مبسوط وتخلي المجتمع اللي حولك يكون سعيد. يا سلام. طب ده بياخد فترة، يعني أنت مثلا لما تقرر أنك أنت عايز تنحت على حجر، ودي يمكن تكون واحدة من أصعب الحاجات فعلا زي ما قلت أنت ومحمد قبل شويتين، فهل بيحتاج لي مثلا سكتش أول، ولا أنت بس بتمسك الحجر وتقعد أنه تنحت عليه ولحد ما تطلع الحاجة اللي هي في بالك؟ أنا مرات يعني بكون قاعد أكون مثلا عايز أنفذ لا استاندي بتاع ورده مثلا، يكون استاند بتاع ترابيزه، بفكر بشوف شكل الحجر بتفاصيله ومقاساته، بعد ذاك برسم عليه بوضب الحجر اول حاجه بطريقه معينه بالصنفره بتاعت الخشب العاديه. بعد ذاك الحجر بيتبلى في المويه، يعني بياخذ فتره بتاعت دقيقه او دقيقتين حسب نوع الحجر، في الرملي وفي الجيري. الرملي الحجر الاصفر، والجيري الحجر الابيض العادي.
بعد ذاك بجي ارسم الستاند بتاع الشكل اللي عايز ارسمه بقلم رصاص، ارسم الشكل بطريقه معينه، بعد ذاك اخلي الحجر ياخذ يجيف شويه، اقوم اشتغل عليه. احنا شايفين الان على الشاشه قبل شويتين كان في مجموعه من الاعمال اللي انت اشتغلت عليها، شاركت طبعا في معارض كثيره صح داخل السودان. نعم. تقريبا وخارج السودان. اتكلم عن شكل المشاركات في المعارض دي وقد ايش هي مهمه بصوره عامه لاي فنان. من المعارض اللي انا شاركت فيها والمعارض المهمه جدا وانا سعيد بها معرض الزهور الدولي ومعرض زهور الخريف. يا سلام. في الفتره من العام 2010 لغايه العام 2015 ما شاء الله. فبعد ذاك معرض الخرطوم الدولي برضو ومعرض الجاليات والجانب كان في نادي الفروسيه، ايضا المعارض بتاعت الجامعات والمؤسسات الحكوميه. حلو. اخيرا معرض صنع في السودان في الفتره اللي فاتت في معرض الخرطوم. طب وقدر شنو الاعمال دي مهمه؟ انا كان مواصله في السؤال، اذا كان شاركت في معارض وقدر شنو المشاركات في المعارض دي هي مهمه لاي فنان؟ المعارض مهمه، المشاركه بتاعت المعارض مهمه جدا لاي فنان. اول حاجه لعكس التجربه بتاعتك في مجال الفنون بتفاصيل مختلفه، وحاجه بتديك خبره وبتضيف لك حاجات كثيره وبتخلق لك تواصل مع ناس ثانيين وبتكتسب خبرات اخرى. يا سلام. زي ما كنا شايفين قبل شوي كان في مجموعه من الصور معروضه على الشاشه، يا ريت لو تعرضت لنا مره ثانيه. يعني الصور دي يعني اي واحده عندك معاها موقف، يعني اي واحده يعني عندك معاها قصه، فدايرين نعرف الصور دي قصتك معها شنو. تمام. الصور دي اول حاجه يعني مهمه لي جدا، لانه لما انا عايلها في المعرض بتاعي بتديني دافع وتحفيز عشان الزول يبدع، وتكون رسالة واضحة لكل زول عشان يقدر يطور حاجاته ويبدع أكثر وأكثر. احنا شايفينها طبعا على الشاشة الآن تابع معنا صح؟ نعم. دي يمكن تنسيق الحدائق، الموهبة الأولى اللي أنت بدأت بها. حلو. حابب تصل؟ تفضلي. لا أسأل ما حقيقي. طيب يا توفيق، يعني معروف انه اي نقابه او اي اتحاد بيكون عنده، يعني اي فن بيكون عنده نقابه او اتحاد، يعني الفن فن النحت بالتحديد هل عنده نقابه او اتحاد مسؤول منهم؟ الفن في حاجه اسمها اتحاد التشكيلين السودانيين، بيجتمع جواه مجموعه من انواع الفنون من ضمنها فن النحت، لكن النحت جسم معين ما عنده اتحاد، لكن مندرج تحت لواء اتحاد التشكيلين السودانيين. طب توفيق، يعني بما انه انت واحد من الناس الدارسين مجال مختلف وبتنتهين مهنه غير دراستك، لكن هي الحاجه انت بتحبها والحاجه بتلقى نفسك فيها وكمان هوايتك، كيف الناس تقدر توازن اول حاجه ما بين الشغف وما بين الحاجه اللي هم اتخذتوا عليها مثلا في دنيتهم، سواء كان دراسه او حتى كان ممكن تكون عمل وكذا، وبرضه رساله للناس اللي هي حابه انها فعلا يعني تتمرد على الحاجه اللي هي فيها وتقدر تشتغل حاجه هي بتحبها وتواصل فيها؟ والله الزول اللي عنده عزيمه واصرار يعني ما في حاجة بتنقص. يا سلام عليك. والإبداع ما بيمنعك من المهنية والتخصص بتاعك في المجال المعين. فأنا درست اقتصاد وما وقفت من مجال الهواية بتاعتي بتاعت الفنون والتشكيل، بل الحاجة دي ادتني دافع وطورت نفسي في شتى المجالات، يعني ما في مجال أخذني من الثاني، لكن مركز حاليا على المجال بتاع الفنون. يا سلام عليك. طيب يا توفيق، انت كيف يعني مع التطور التكنولوجي الحاصل الان كيف بتقدر تستفيد من السوشيال ميديا، يعني من حيث انك تروج لشغلك او كمان يعني تظهر شغلك للمجتمع او حتى للناس الموجودين على مواقع التواصل الاجتماعي؟ انا السوشيال ميديا بتضيف كثير للفنان او المبدع، اول بتخلق لك تواصل في المجموعات الفنيه والثقافيه، اثنين بتخليك تعرض شغلك بصورة أفضل وبتشغل الموهبة بتاعتك، وبعدين هي بتكون فرصة ذاته للتدريب والناس الحابة إنه تخش في المجال. طب أنا عايز أديك مساحة أخيرة، رسالة لكل الناس اللي بتابعنا الآن إنه كيف يتلقوا الجمال اللي حولهم. أنت تتكلم عن فن تشكيلي هو أساس لأي إنسان مما يصحى لحد ما ينوم، أكيد بيكون مار بملامح كثيرة هي بتشبه الفن التشكيلي، فكيف إحنا نتلقاه ونستفيد منه عشان نواصل في سلامنا الداخلي ونعرف تماما نعبر به لبعض؟
رسالتي لكل زول، ما يعني ما الفنانين فقط، لكل كل زول عنده إبداع وحاجة جميلة جواه، فالناس يعني تصحي الإبداع جواه وتهتم بالأشياء الحاجات البسيطة والصغيرة، يعني بحاجة بسيطة أنت بتكون سعيد وفرحان، وبحاجة بسيطة جدا بتقدر تخلي البيئة حولك جاذبة وبتخليك سعيد ومبسوط دائما. كلامك ده صح جدا، لكن شنو يهمك زي ما اسعدنا سيهم. انت حقيقي احنا سعيدين جدا بوجودك، لكن دائما يعني اي حاجه بتقدر ترضيها في الحياه الا قلب المحب. ده كلامك قاله حسن صادق. انا وانت ومحمد هنتابع مع بعض على شاشه سودانيه 24 في 24 جراد، وسعيدين جدا صراحه بوجودك معنا، واكيد هتتواصل اللقاءات وكمان تتجدد. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم.